مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في مؤتمرنا الربيعي السنوي اللي بيقوم في منطقة تماكلة. وأملنا أنه باسم ربنا يسوع المسيح أنه هذا المؤتمر مش بس يشمل مدينة تماكلة، ولكن يشمل كل ريفرسايد، سان برنادينو وإسكنديدو كمان، لأنه معانا حبيبي الأسيس هاني، الربي باركك، وكنيسة إسكنديدو عم بحضروا معانا في هذا المساء. الرب يبارككم ووسع تخومكم أكثر وأكثر. شعار مؤتمرنا مثل ما بلشنا مبارح أو مساء أمس: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. يوحنا 8 عدد 30. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. مساء أمس استمتعنا بكلمة من الأخ عطا مخائيل، ربي باركك. كان عنوان الوعظة مبارح: ما هي امتيازات المؤمن؟ تكلمنا عن 8 امتيازات، واليوم صباحاً تكلمنا عنها ما هي مسؤوليات المؤمن، وبرضو أخذنا 8 مسؤوليات المؤمن المفروض يقوم فيها. وأنا برأيي في أكثر من 8، أنا برأيي غير محدودة، ولكن لضيق الوقت تكلم الأخ عطا عن 8 مسؤوليات للمؤمن. مين بتذكر إحدى المسؤوليات من اليوم الصبح؟ أذكركم. أمين. أخت رانيا، ربي باركك. يعيش حياة القداسة والتقوى، يعيش في مخافة الله، نسلك لإيش؟ برضا الله، نسلك بحسب البر العملي. قال: أنتم نور العالم. أنتم أعضاء جسد واحد، والرأس هو الرب يسوع المسيح. قال: في عندكم أعضاء متعددة، وحدانية واحدة، ولكن مواهب مختلفة. وحدانية واحدة بالرب يسوع المسيح، ولكن كل واحد منا عنده مواهب مختلفة. كما قال الأخ عطا إنه ما في مؤمن ما في عنده موهبة، ما في مؤمن ما عنده موهبة. بعدين تكلم عن الثمار، عن الثمار، ثمار ثمار علاقتنا مع الرب يسوع المسيح. قال: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تأتون بثمر كثير. ففي هذا المساء رح نستمتع بكلمة برضو من حبيبنا الأخ ثروت بنفس النص، نفس الموضوع، عن الثبات وكيف نصبح تلاميذ للرب يسوع المسيح. فخلينا نحن رؤوسنا للصلاة، نفتتح هذا المساء بصلوات نرفعها لربنا يسوع المسيح. مثل ما قلنا، نحن أتينا لنعطي، نعطي مجد، نعطي سجود، نعطي تسبيح لسيد الكون. ريت واحد من الإخوة يرفعنا في صلاة بهذا المساء.
كلامك كلام الرب يسوع المسيح باسم يسوع المسيح. آمين. آمين 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 آمين. خلينا نوقف مع بعض، نبتدأ بالتسبيح مع حبيبنا الأخ مازن. أخ مازن، مبارك اسم الرب يسوع. مساء يسوع، كم واحد جاهز هيك يرفع اسم يسوع في هذا المساء؟ أنا جاهز أرفع اسمه وأقول له أنا جاي أطرح طيبي وأطرح أكليلي عند قدميك. ها آتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك، هبني واتكئا. بطيبي فوق رأسك، همي الآن أعرف حق قدرك. هاتي بطيبي فوق رأسك، همي الآن أعرف حق قدرك. عيران عن شوق في إكليلك، واتكي أن رأسي على صدرك. عوضا عن شوق في إكليلك، واتكي أن رأسي على صدرك. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قاروراتي أكسرها هنا. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قرور الطيب أكسرها هنا. عند قدميك وأتمها، حيث راحتي لا معنى. عند قدميك وأدهنهما، حيث راحتي لا ولا عنا. هاتي بطيبي، هاتي بطيبي، هبني الآن أعرف حق قدرك. هاتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوق في إكليلك، واتكي أن رأسي على صدرك. عوضا عن شوق في إكليلك، واتكي أن رأسي على صدرك. إذ كسرت قلبك، إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة طيبي اكسرها هنا. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة أكسرها هنا. عند قدميك وأدهنهما، حيث راحتي لا ولا عنا. عند قدميك وأدهنهما، حيث راحتي لا ولا عنا. لا يكن في قلبي، لا يكن في قلبي شريك لك. لك كل قلبي، لك وحدك. لا يكن في قلبي، لا يكن في قلبي شريك لك. لك كل قلبي، لك وحدك.
ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك. ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك. روح الله ندعوك أن تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. ادعو روح الله أن يأتي في وسطنا، قول معي. روح الله ندعوك أن تأتي في وسطنا، أن تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي، سد علي الآن. أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي، صد علينا الآن. روح الله ندعوك، روح الله ندعوك أن تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. أنا لست أشبع من حبيبي، أنا لست أشبع من شجع. هاليلويا، ما أحلى يسوع. هاليلويا، أحلى يسوع. هاليلويا، ما أحلى يسوع. هاليلويا، ما أحلى يسوع. هاليلويا، ما أحلى يسوع. أنا لست أشبع من حبيبي، هاليلويا أحلى يسوع. نفسي استراحت بلقاه، قلبي امتلى من حبه، جماله قد سبى قلبي. هاليلويا، ما أحلى يسوع. شعب الرب يقول ما أحلى يسوع. هاليلويا، ما أحلى يسوع. نحن نعلن أنك أنت. هاليلويا، ما أحلى يسوع. أنت أفرع جمال. أنا لست أشبع من شذاه. هاليلويا، ما أحلى يسوع. سلامه يحفظ فكري، وعطفه يشملني، بحبه أسار نفسي.
هللويا ما احلى يسوع هللويا ما احلى يسوع انا لست اشبع من شذاه هللويا ما احلى يسوع انا ما استحقش انك تنظر لي انا ما استحقش انك تقبلني انا ما استحقش انك تفديني انا ما استحقش يا يسوع قول معي قول له انا ما استحقش انك تنظر لي انا ما استحقش انك تقبلني انا ما استحقش انك تفديني انا ما استحقش يا يسوع لكن حبك انت ليا اللي فداني برحمة جديدة كل صباح بتلقاني قل له لكن حبك لكن حبك انت ليا اللي فداني برحمة جديدة كل صباح بتلقاني نعمة غنية للأبدية ضمناني شكرا يسوع شكرا يا يسوع لكن حبك انت ليا اللي فداني رحمة جديدة كل صباح بتلقاني اشكرك يسوع لكن حبك انت ليا اللي فداني رحمة جديدة كل صباح بتلقاني نعمة غنية للأبدية ضماني شكرا يا يسوع شكرا يا يسوع مع بعض شكرا يا يسوع 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 شكرا يا سيد الرب لأنك أنت فعلا إله عظيم إله صالح أنت أعظم أنت أروع أنت أجمل ما في الدنيا أيها السيد الرب هاليلويا مبارك اسمك تعالوا للترنيمة اللي بتقول أنت أعظم أروع ما في الدنيا حبك غير نقى كل ما فيا من بطن أمي دعوتني رداء خلاص ألبستني في ظل يديك خبأتني سهما مبريا جعلتني أنت أعظم هيك شاور إيدك على يسوع تعرف شاور قلبك على يسوع وقول له يا رب فعلا انت اعظم انت اروع انت اجمل انت يسوع في هذه الكون كله هاليلويا أعظم أروع ما في الدنيا حبك غير نقى كل ما فيا أنت أعظم أروع ما في الدنيا حبك غير
دعوتني لدى خلاص ألبستني من بطن أمي دعوتني لدى خلاص ألبستني في ظل يديك خبأتني سهبا نبريا جعلتني انت اعظم اروع ما في الدنيا حبك غير كل ما بيا انت أعظم أروع ما في الدنيا حبك غير نقى كل ما بي روحك الصالح يقودني لمراعي خضر يربيدني روحك الصالح يقودني لمراع خضر يربيضني لمياه الراحة يريدني يرد نفسي ويهديني لمياه الراحة يريدني ترد نفسي وتهديني انت أعظم أروع ما في الدنيا حبا غير نقى كل ما بيا أنت أعظم أروع ما في الدنيا حبا غير نقى كل ما بي ناشتني على كفك أسواري دوما أمامك ناشتني على كفك أسواري دوما أمامك اخترتني أحيا لك جعلتني قدسا لك اخترتني أحيا لك جعلتني قدسا لك انت أعظم أروع ما في الدنيا حبا اللي بيشتاق لحضورك مش روح
العرش النعمة وسدت إن وعودك قوة لذاتي واثق إنها بيك هتحقق وتتمم قصدك في حياتي. يلا قول إن وعودك قوة لذاتي واثق إنها بيك هتحقق وتتمم قصدك في حياتي. أصلك سامع قلبي الطارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا نورك. أصلك سامع قلبي الطارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا منورك. امين. اصلك سامع يسوع، اصلك عارف، هاليلويا، حاس بكل شيء انت حاس فيه وعارف كل شيء بدور ببالك وبقلبك، كاشف القلوب وعارف كل شيء، كل شيء مكشوف وعريان أمام ذاك الذي معه أمرنا. مهما تفتش مهما تبحث مفيش زي يسوع، مفيش زيه. قالت عنه نشيد الأنشاد في الإصحاح الثالث، وأنا حاب أقرأ معاكم هذه القراءة. نشيد الأنشاد والإصحاح الثالث بيقول: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته، إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت: أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه. هذا هو إلهنا العظيم، هذا هو يسوع، لن تجد مثله ولن تجد غيره. يسوع المسيح هو الحل الوحيد. فتشت في الدنيا فلم أجد أي صديق، بحثت عن خل وفي، بحثت عن الرفيق، فتشت في الدنيا فلم أجد أي صديق، بحثت عن خل وفي، بحثت عن الرفيق، فلم أجد إلاك يسوع. وجدت من تحبه نفسي، وجدت من تعشقه روحي، وجدت من تحبه نفسي، وجدت من تعشقه روحي، وجدت من يمسح الدموع، خل وفي صادق شفوع، وجدت من يمسح الدموع، خل وفي صادق شفوع، إن اسمه يسوع. كم واحد بصدق وبوافق معاي إنه اسمه يسوع ليس مثله؟
فتشت في الدنيا اسمك وجدت من تحبه نفسي. قول معي. وجدت من تعشقه روحي. قول كمان مرة. وجدت من تحبه نفسي. وجدت من تعشقه روحي. وجدت من يمسح الدموع خل وفي صادق شفوع. وجدت من يمسح الدموع خل وفي صادق شفوع إن اسمه يسوع. أنا حي بي يا شمس الحياة متكون من تراب وروحي في الإله. أنا حي بي يا شمس الحياة متكون من تراب وروحي في الإله. يا من صنعتني سكنت فيا وشبشتني من أرضي للسماء. يا من صنعتني سكنت فيا وشبشتني من أرضي للسماء. كم واحد هيك بيعلن إنه أنا حي بس بيسوع؟ الكتاب المقدس بيقول لأننا به نحيا نتحرك ونوجد. تعرف بدي أخبرك أنت أخوي المؤمن اللي اختبرت يسوع وبعدت عن يسوع، لن تجد مكان راحة إلا بيسوع، لأنه ذاك اللي اختبر النار مش ممكن يقدر يعيش بالدخان. نار روحه القدوس الذي يملأنا عندما نخلص ونختبره. عندما تختبر روح الله وتختبر يسوع لا تستطيع أن تذهب وتعيش في دخان العالم. عشان هيك نرنم هذه الترنيمة، نقف في أماكننا مع بعضنا البعض. إذا أنت حي بيسوع وقف في مكانك وأعلن هذا الإعلان، قول أنا حي بيك يا شمس الحياة متكون من تراب وروحي في الإله. شمس الحياة متكون من تراب وروحي في الإله. يلا قول معاك. أنا حي بيك يا شمس الحياة متكون من تراب وروحي في الإله. يا من صنعتني وسكنت فيا وشدني من أرضي للسماء. يا من صنعتني وسكنت فيا بيشدني من أرضي للسماء. يا محلى نسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله. ايوه شايف واخد رايح
تذبح انسان سامح لله في مرآة شايف واخد رايح لله شيء جواه بيزيد وبيضوي يقول الله يا الله يا الله قلبي ساكن لنكون على رجاء تتغير الأماكن ولا السكن السماء رحمة لقلبي ساكن لنكون على رجاء تتغير الأماكن ولا السكن السماء يا شعب الرب يا محلى تسبح إنسان سابح لله وفي مرآة شايف واخد رايح لله يا محلى سابح لله وفي مرآة شايف واخد رايح لله شيء جواه بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يسافر بيا نورك ونغفر رحلة شيء بين الحق بحضورك يشبعني في الطريق سافر بيا نورك ودف الرحلة شيء من الحق بحضورك يشبعني في الطريق واني وانا بغني سواير من ضياء يرقص قلبي وكأني تملت ايه طبع واني وانا بغني سواير من ضياء يرقص قلبي وكأني تملت ايه طبع يا محلى إنسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله تسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله شيء جواه بيزيد ويزيد ويقول الله يا الله يا الحب يجي يتدفى المهابة ويروح بمخاباني مخك عمل إيجاد يعيش على حبي يتدفى المهابة ويروح بمخاباني جمرة تفتح لي قلبي العام من أي موت لما يريدك ويقبل يموت حب بسكوت جمرة تفتح لي قلبي العام شايف واخد رايح لله يا محلى في مرآة شايف واخد رايح لله شيء جوا بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله يا الله يا الله يا الله هاليلويا تفضلوا استريحوا اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى اسم الرب صخرة صخر الدهور اسمه ثابت لا يتغير هو هو أمس واليوم وإلى الأبد ترنيم الجاي بتقول ما أروعك ما أعظمك ما أجملك تعرف أنا بقول عن نفسي أنا اكتشفت روعة يسوع وأنا عشان اكتشفت روعة يسوع I am so satisfied with Jesus بقول له يا رب أنا مش عايز منك anymore أنا عايزك أنت مش طالب منك أنا طالبك أنت عشان هيك في بيت من هاي الأبيات بقول
كل ما في العالم قبض الريح، كل ما في العالم قبض الريح، كل ما في الدنيا باطل وقبض الريح، لكن أساس حياتنا مبني على نعمة يسوع ورحمة يسوع ومحبة يسوع. عشان هيك في نعمة ورحمة وهبني بجنبه الجريح. أنا بحب يسوع، بقول له ما أروع. كم واحد بحب يسوع في هذا المكان؟ بقول أنت رائع، أنت أروع ما في الدنيا. تعرف كنت بتأمل في رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الخامس، بيقول سنكون مع بعضنا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة نحتفل في ذاك الإله العظيم. يعني راح يكون معنا تشاينيز ومكسيكان وأستراليانز وأمريكانز وسعوديين ومصريين وعراقيين وأردنيين وفلسطينيين ولبنانيين، من وين كمان؟ تونسيين وجزائريين وليبيين وسودانيين وسوريين وإماراتية وقطرية وعمانية، من كل القبائل كلنا سنأتي أمام، من وين حبيبي الأسيس؟ وأنا وإنت، هاليلويا. اليوم أخونا المحبوب كان بيقول لي من المنيا حيكون ناس، من حيكون ناس بالسماء. أمين. أنا بحب أهل المنيا، عشان هيك بهزر مع أهل المنيا حبايبي. أنا بشكر يسوع لأنه فعلا إلهنا رائع. بتعرف حلاوة يسوع مش إنه بيجعلنا نتفادى الأخطار، لا، حلاوة يسوع إنه معنا بالأخطار. عشان هيك وأنا بوسط النار بقول له بحبك. تعرف كل ما يزيد عيار النار كل ما بيزيد عيار حبي ليسوع. هاليلويا. ما أروعك، ما أجملك، ما أعظمك يا يسوع.
أجملك ما أجملك ما أجملك ما أروعك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك كل ما في الدنيا باطل وقبض الريح فهو نعمة ورحمة واهبني بجنب الجريح قول معي كل ما في الدنيا باطل وقبض الريح ونعمة ورحمة واهبني بجنب الجريح كيفيت يسوع المسيح كيفيت يسوع المسيح ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك أجملك ما أجملك أجملك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك كل ما في الدنيا باطل وقبض الريح له نعمة ورحمة وهبني بجنب الجريح قول معي كل ما في الدنيا باطل وقبض الريح له نعمة ورحمة وهبني بجنب الجريح كيفيت يسوع المسيح كيفيت يسوع المسيح ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ماشي وبالغربة يحارب عن الحروب ما هو علم جامي وخلاني ابن المحبوب قول معي ماشي بالغربة يحارب عن الحروب ما هو علم جامي وخلاني ابن المحبوب وخلاص الدم المصلوب وخلاص الدم المصلوب ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك أعظم حب يسوع ريح قلبي وخلاني أرتاح له شال عني كل همومي ومالاني أفراح أسمع منكم حب يسوع ريح قلبي وخلاني أرتاح شال عني كل همومي ومالاني أفراح حب يسوع ريح قلبي وخلاني أرتاح شال عني كل همومي وملان أفراح حب يسوع هو المفتاح حب يسوع هو المفتاح ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك لك المجد لك المجد لك المجد شو شبعتوا من ترانيم الأخ مازن؟ لا لسه ها؟ شكر الرب عليك أخ مازن الرب يباركك ويقويك ويستخدمك أكثر وأكثر حان الوقت نسمع للكلمة ولا لا ها مظبوط طيب شو شعارنا كمان صوت واحد كلياتنا مع بعض آمين آمين إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي مين بده يطلع من هذا المكان ما يكونش تلميذ للرب يرفع ايده براو عليكم
براوة عليكم. كلياتنا بدنا نكون تلاميذ للرب يسوع المسيح، والتلمذة إلها سعر، والسعر غالي وإله تضحية. أمين. ما إحنا رح نسمع هلا من الأخ ثروت، ما تفكروش إنه الليلة خلصت، لا، مش يعني مثل ما بقولوا بالمصري إخوانا المصريين، مش صايبينكم إلا مع بتوع اللبن، مش هيك بقولوا؟ لا، لسه في كمان تسبيح بعد ما يتكلم معانا الأخ ثروت، ولسه في كلمة تانية مع حبيبنا الأخ عطا مخائيل. أمين؟ أمين. نحن رؤوسنا للصلاة مرة أخرى، نرفع الاجتماع، نرفع الكلمة بالصلاة. ريت أخ إميل ترفعنا بالصلاة. امين امين. وكمان امين حبيبي اخ ثروت، رب يستخدمك. كده كويس. طب انا عاوزك تعلي شوية عشان ما اقطمش وسطي. احنا بنشكر الرب من اجل الفرصة الرائعة والمجيدة اللي الرب فيها مجمعنا هنا في الاجتماع في الكنيسة في هذا المؤتمر المبارك، ومعنا أفاضل وقدسين مجتمعين معنا حوالين شاشة الكرمة من كل العالم. نصلي أن الرب يتمجد في هذه الليلة فينا وبينا. كم واحد يقول أمين؟ الذي تعبنا أو كم واحد يقول أمين؟ أمين ثم أمين. هنقرأ كم نص من الكتاب المقدس قليلين من أجل رسالة الرب لنا في هذه الليلة. النص الأول من إنجيل يوحنا أصحاح 8 اللي استقينا منه آية إشعار من عدد 30، وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق، والحق يحرركم. آية تانية من إنجيل يوحنا أصحاح 15 إنجيل يوحنا أصحاح 15 هنقرأ من عدد 8 و9 و10: بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. في نص كمان من رسالة رومية أصحاح 5، خلينا نقرأ النص ده من عدد 1 لعدد 11:
فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. القراءه الأخيرة من رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4، هنقرأ عدد 16. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. مرة ثانية، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. يا ترى لو طلبنا ان احنا نصلي مرة ثانية لبتأن عليكم، طب خلونا مرة اخرى نغمض عيوننا ونسكب قلوبنا ونطلب الرب مدام يوجد، ندعوه وهو قريب. غمض عينك وارفع قلبك وهو عن كل واحد منا ليس ببعيد. ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ساعدنا ليكن عندنا شكر بنخدم جلالك خدمة مرضية بكل خشوع وتقوى، في كمالات ابن محبتك ربنا يسوع المسيح. نشكرك لأنه من بدء التضرع خارج الأمر، إذ نصلي في الاسم الحسن اللي وعدنا وعلمنا، كل ما تطلبونه من الأب باسم يعطى لكم، ولك فيه بنهدي كل الإكرام والسجود والتعبد من الآن وإلى الأبد، آمين. قال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. بداية يا أحبة، كلمة الثبات جاءت في معظم قواميس اللغة العربية بسبع معاني على الأقل، دعونا نسوقها على وجه السرعة ونركز على الجزئية التي يريدنا الرب له كل المجد أن يركز عليها معنا في هذه الليلة. المعنى الأول للثبات الاستقرار، المعنى الثاني للثبات الديمومة، المعنى الثالث للثبات الإقامة، المعنى الرابع للثبات التأكيد،
المعنى الخامس للثبات المواظبة. المعنى السادس للثبات الرسوخ. المعنى السابع والأخير للثبات الاستمرار. من هنا نخلص أن الثبات ليس عمل أؤديه ولا أداء معين علي القيام به، بل هو حالة من الاستقرار والاستمرار موجودة فيا، ووضع أو كيان أو امتياز أنا موجود فيه. هناك عدة دوائر للثبات، اسمح لي أذكر لك بعضها ونركز على إحداها فقط. أول دائرة للثبات الثبات في الرب له كل المجد. قال الرب اثبتوا فيا وأنا فيكم. الدائرة الثانية للثبات الثبات في محبته. قال كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. في دائرة ثالثة للثبات اللي هي الإيمان. قال بولس الرسول اظهروا اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقووا. في دائرة رابعة للثبات ألا وهي الحرية. اثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا بنير عبودية. في دائرة خمسة للثبات اللي هي وحدانية الروح. قال بولس الرسول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد. وأخيرا في دائرة اسمها الثبات في التعليم. وأما أنت، حديث بولس لتيموثاوس، فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا أو عالما ممن تعلمت. على قلبي الليله دي أركز على دائرة واحدة من دوائر الثبات السالفة، ألا وهي الثبات في محبة الرب. لعل جميعنا قد لاحظنا من خلال فترة التسبيح إن ما فيش ترنيمة من كل التسبيحات اللي قدنا فيها الرب الليله دي خلت من عدد أو عددين عن المحبة الإلهية. لذا على قلبي أشارك معكم عن الثبات في محبة الرب. على حد تعبير سيدي له كل المجد، قال كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. مجرد ذكر كلمة المحبة يا أحبة بيمتد بينا الكلام إلى أربع أطراف. أول طرف محبة الله لينا، تاني طرف محبتنا إحنا للرب، تالت طرف محبتنا بعضنا لبعض، ورابع طرف محبتنا إحنا لنفوسنا. خلينا ننسق الكلام بالشواهد الكتابية. أول طرف محبة الله لينا، بنقرأ في سفر التثنية أصحاح 7 بيقول الرب ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب، لا لكونك كتير أو قليل، لكونك كبير أو صغير، لا لكونك غني أو فقير، لا لكونك رجل أو امرأة، الرب له كل المجد حبك. لكن بيقول الكتاب بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لأبائكم. الاتجاه الثاني أو الطرف الثاني للمحبة محبتنا بعضنا لبعض. قال الرب بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. الطرف الثالث للمحبة محبتنا إحنا للرب. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل وكل 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 من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، وأضيف في العهد الجديد من كل فكرك. أما الطرف الرابع والأخير محبتنا إحنا لنفوسنا. لما الرب قال تحب قريبك رح مكمل وقال كنفسك، فهذا يعني إن أنا أحب نفسي، مع الأخذ في الاعتبار إن محبة النفس تختلف كل الاختلاف وتبعد كل البعد عن محبة الذات.
أساس هذه الدوائر جميعها يا أحبة هي الدائرة الأولى، ألا وهي محبة الله لينا. بهذا قد عرفنا المحبة. من هذا المنطلق هنحصر كلامنا عن الثبات في محبة الرب في ملاحظات ثلاثة. الملحوظة الأولى الدوائر، الملحوظة الثانية المظاهر، الملحوظة الثالثة والأخيرة رد فعلها المباشر أو القادر. الملحوظة الأولى الدوائر، أمامي أربع دوائر اتجهت إليها محبة الله. أعتقد أن كل مستمعين سواء في هذا المؤتمر أو حول العالم لا يستطيع أي منا أن يستقطع نفسه من محبة الرب لي. أول دائرة اللي هي العالم، تاني دائرة اللي هي الدولة أو الأمة أو الشعب، تالت دائرة اللي هي الأسرة، ورابع دائرة الإنسان بصفة فردية. أول دائرة من الدوائر اللي اتجهت إليها محبة الله العالم، أعتقد كلنا حافظين الآية المشهورة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الدائرة الثانية اللي اتجهت إليها محبة الله الشعب أو الأمة، موسى بيعلن عن محبة الرب لبني جنسه قائلا: أحب الشعب جميع قديسي في يدك، وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. الدائرة الثالثة اللي هي محبة الأسرة، في أسرة كان الرب يسوع بيحبها قوي. يقول الكتاب كان يسوع يحب مرسى ومريم وأخيهم لعازر. أما الدائرة الرابعة والأخيرة، محبة الله للإنسان بصفة فردية، على حد تعبير بولس الرسول: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أربع دوائر اتجهت إليها محبة الله: العالم، الدولة، الأسرة، الفرد. هذا لا يعني يا أحبة أن الرب له كل المجد، عنده كم من المحبة وراح طرحه للعالم وقال قسموا دي عليكم، أم العالم أخذ هذا الكم من المحبة الإلهية وبدأ يوزعه على عدد الدول اللي فيه، وكل دولة أخذت نصيبها من المحبة الإلهية وبدأت توزعها على عدد الأسر اللي عندها، وكل أسرة أخذت نصيبها من المحبة الإلهية وبدأت توزعها على عدد الأفراد اللي عندها. هل يمكن تقسيم المحبة بهذه الكيفية؟ لا حاش. اسمح لي أوضح لك الفكرة بصورة بسيطة. لو افترضنا أن واحد موظف ومرتبه $100 في الشهر، وهو متجوز وعنده ولدين، يبقى نصيب الفرد الواحد من هذه الأسرة اللي بتتكون من 4 أفراد من المرتب $100 كام؟ $25. طيب لو افترضنا ان صاحبنا مرتبه $100 وعدد افراد الاسرة 8، يبقى نصيب الفرد الواحد من عدد افراد الاسرة 8 من المرتب اللي هو $100 كام؟ 12.5. فكل ما زاد عدد افراد الاسرة كل ما قل دخل الفرد، لكن كل ما قل عدد افراد الاسرة كل ما زاد دخل الفرد. هل يمكن تقسيم المحبة الإلهية على قياس المثل السالف يا أحبة؟ لا. لكن محبة الرب اللي اتجهت إلى كل العالم هي هي بعينها نفس الكمية والنوعية والكيفية اللي اتجهت لكل دولة، ومحبة الرب اللي اتجهت لكل دولة هي هي بعينها نفس الكمية والنوعية والكيفية اللي اتجهت لكل أسرة، ومحبة الرب اللي اتجهت لكل أسرة هي هي بعينها نفس الكمية والنوعية والكيفية اللي اتجهت لكل فرد، اللي بيها ولا واحد فينا على مستوى كل الكرة الأرضية لسكان المسكونة ككل لا يستطيع أن يستثني نفسه من محبة الله. اسمح لي أكد لك هذا المبدأ بشاهدين، شاهد من العهد القديم وشاهد من العهد الجديد. شاهد العهد القديم، بعدما موسى أعلن عن محبة الرب لكل شعبه قائلا: أحب الشعب
جميع قديسي في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. في نفس الإصحاح لبنيامين قال: حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. شاهد العهد الجديد، يوحنا كان بيعرف نفسه من قبيل إنكاره لذاته بالتلميذ الذي كان يسوع يحبه. أنا اعتقدت في الأول أن الرب يسوع كان بيحب يوحنا أكثر من باقي التلاميذ، لكن علمت مؤخرا أن محبة الرب لكل أولاده وبناته على قدم المساواة واحدة، الكل في نفس المسافة بينهم وبين الرب. إلا أن يوحنا عرف إزاي يخصص كل محبة الرب ليه، فقال عن نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. تستطيع في هذه الليلة أخي الحبيب أختي أنك تنصب قلبك غرضا لسهام محبة الرب ليك، وتقول مع بولس الرسول: الذي أحبني. الكلمة الثانية الدوائر، آسف المظاهر. بعدما رأينا دوائر التي اتجهت إليها محبة الرب، ربما يتساءل أحدنا: ما هو الدليل القاطع أو البرهان الساطع على محبة الرب لي أنا على وجه التحديد؟ اسمح لي أذكر لك 7 مظاهر على الأقل، برهان على محبة الرب ليك، ليكي، ليا، لكل منا على انفراد وعلى حدة. أول مظهر من مظاهر محبة الرب استعلن على عود الصليب. احنا قرينا مع بعض في رسالة رومية أصحاح 5: ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعض خطاط. يعني ونحن بعض خطاط؟ يعني ونحن مستمرين في خطايانا، واحنا مدين له القفل الوجه، ولسال حالنا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاط، مات المسيح من أجلنا. بالرجوع إلى رومية الإصحاح 5 نلاحظ أن الرب يسوع مات من أجل 4 فئات، لو كتابك معاك وتحب تتابع معايا. بيقول لنا في عدد 6: لأن المسيح اسكننا بعض ضعفاء، مات في الوقت المعين لأجل الفجار. يبقى أول فئة الضعفاء، الفئة الثانية الفجار، الفئة الثالثة: ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاط. يبقى الفئة الثالثة الخطاط. الفئة الرابعة يقول الكتاب في عدد 10: لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. لاحظ معايا هذه الفئات الأربعة. أعتقد أن كل الجنس البشري بدون استثناء محصور في هذه الدوائر الأربعة: نمرة 1 الضعفاء، نمرة 2 الفجار، نمرة 3 الخطاط، ونمرة 4 الأعداء. اسمع بولس الرسول يقول لنا ايه عن فئتين تانيين: فانه بالجهد احد يموت احد لاجل بار. في فئه اسمهم الابرار، ربما لاجل الصالح يكسر احد ان يموت. يعني لو عندنا واحد بار او واحد صالح، ممكن بره ده افتراض او صلاحه يشفعوا له ان حد يضحي علشانه. لكن مين فينا على ظهر البسيطة عنده استعداد يموت من أجل واحد خاطي أو واحد فاجر أو واحد عدو أو واحد ضعيف؟ ما يتعذر على جنسنا البشري، هكذا الرب صنعه يا أحبة. عشان كده بيقول: ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاط مات المسيح من أجلنا. يمكننا أن نلمس قدرة الله في الخليقة. يقول الرب على فم إشعياء: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا، من خلق هذه؟
من الذي يخرج بعدد جندها؟ يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة، لا يفقد أحد. أيضا يمكننا أن نلمس جمال الرب في الطبيعة، لكن الحقيقة لا يمكننا أن نلمس محبة الرب مبدئيا إلا على رابية الجلجسة. ويقول يوحنا: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه من أجلنا. فالله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاة مات المسيح من أجلنا. أخي الحبيب، أختي، علمت أم لم تعلم؟ قبلت أم رفضت؟ الرب له كل المجد، بيّن محبته على عود الصليب من أجلك. فهل تقبل هذه المحبة؟ هل تقبل هذه التضحية؟ يبقى المظهر الأول من مظاهر محبة الله والتي ينبغي أن نثبت فيها موت ربنا يسوع المسيح على عود الصليب. المظهر الثاني: قيامته من بين الأموات وإقامتنا نحن أيضا معه. بولس الرسول لما حب يذكر أولاده في كنيسة أفسس بحالتهم قبل الإيمان، قال لهم وكيف كانوا مستعبدين لأعداء ثلاثة، قال لهم: وأنتم أسكنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم. ده العدو الأول، العالم المنتهي، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. وده العدو الثاني، الشيطان المشتكي، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار. وده العدو الثالث، الجسد المشتهي. محصلة الاستعباد لهؤلاء الأعداء الثلاثة: كنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الحل، كمل معايا في أفسس أصحاح 2، يقول لك الله. يبقى الحل الله، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة. اثبتوا في محبته، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. يقول: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. الحل للتحرير من هؤلاء الأعداء الثلاثة، العالم والشيطان والجسد، الله. بس لاحظ معايا، الله في غنى رحمته الذي هو غني في الرحمة، الله في كثرة محبته من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، الله في قوة إحيائه، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، الله في فيض نعمته، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. فاثبتوا في محبتي. أنتم متابعين معايا ولا نمتوا مني خلاص؟ طيب، أول مظهر من مظاهر محبة الرب إيه؟ ها، نمرة واحد، موتوا على عود الصليب، أسلم من أجل خطايانا. ونمرة اثنين، قيامته من بين الأموات وأقيم لأجل تبريرنا. مظهر ثالث من مظاهر محبة الله، في رسالة يوحنا الأولى يقول: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. انظروا، انظروا، تأملوا، تمعنوا، اشتروا، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. بالمناسبة، لو فيني أي حد بيسمعنا الآن لم يختبر البنوية لجلاله، اسمح لي أقول لك ثلاث شواهد كتابية. لو امتصتهم بالإيمان وانت قاعد في مكانك، هتصير ابن لله، هتصير بنت لله في لحظتها. نمرة واحد، يقول الكتاب: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس
لننال التباني. الآية الثانية في يوحنا 1: إلى خاصته جاء وخاصة لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. أي من هم أولاد الله؟ قال لك المؤمنون باسمه. طب من هم المؤمنون باسمه؟ قال لك الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. ولاحظ معايا في الشاهد ده إنه كل مولود مؤمن، لكن مش كل مؤمن مولود. أقولها تاني: إلى خاصته جاء وخاصة لم تقبله. جه لليهود واليهود رفضوه، قالوا أصلب أصلب دم علينا وعلى أولادنا. راح فتح كل الذين قبلوه، أي واحد من أي ديانة، من أي جنسية، من أي مستوى اجتماعي، من أي حضارة، من أي لغة، من أي خلفية، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. من هم أولاد الله؟ المؤمنون باسمي، اللي قبلوه وبقوا مؤمنون باسم. طب مين هم المؤمنون باسم؟ أنا لو مسكت أي واحد مسيحي بالاسم بالهوية بالبطاقة الشخصية قلت له سمع قانون الإيمان هيسمعهولي، لكن مازال سكري وحشاش وخمرجي وعينه زيغة. ما هو مؤمن اهو، مؤمن لكنه مش مولود. فإلى خاصة جاء وخاصة لم تقبلوا، أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمي الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله، أو الخليقة الجديدة. يعني إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الآية الثالثة بقى: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح. يبقى الآية الأولانية ده مشروع الفداء، والآية الثانية دي الولادة الجديدة، والآية الثالثة الإيمان. خلي بالك أخي الحبيب أختي، مشروع الفداء ده عمل أقنوم الإبن على عود الصليب، الولادة الثانية ده عمل أقنوم الروح القدس في قلبك، الإيمان ده عطية الأب ليك. من هنا نرى أن الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس اشتركوا في مشروع بنويتك لله. فهل تشكر الرب معي وتثبت في محبته ليك؟ هم دمنا أولاد فنحن ورثة، ورثة الله وورثونا مع المسيح. فانظروا انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. وأولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس أيضا. الله بيّن محبته لنا بكم طريقة لحد دلوقت: نمرة 1 بموته على عود الصليب، نمرة 2 بقيامته من بين الأموات، نمرة 3 البنوية لجلاله، نمرة 4 دوام الرحمة. الرب إدى رؤية الإرمية قال عنها إيه؟ تراءى لي الرب من بعيد. ورى لك يا إرمية؟ قال: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة نحيا يا جماعة أبدية. في عدد ترنيم أنا ما بأيدوش قوي، بيقول إيه؟ أما حبي لك ثابت بل يزيد. الحقيقة محبة الله ما بتزيدش، لأنها لو كانت قابلة للزيادة تبقى قابلة للنقصان، لكن محبة الله ثابتة بثباته، دايما بدوامه، لا تزيد ولا تنقص. محبة أبدية أحببتك، أي أنها محبة قائمة ودائمة مستمرة بدون فصل ولا وصل، مش تقدم ليك عند الاحتياج أو عند الحاجة، حاشا، لكنها محبة في ديمومة متدفقة باستمرار وعلى الدوام. إيه مظاهر هذه المحبة؟ يقول لك: من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. بالمناسبة احنا لينا من الرب له كل المجد رحمة مثلثة،
رحمة في الماضي ورحمة في الحاضر ورحمة في المستقبل. رحمة في الماضي دي نلناها، ورحمة في الحاضر دي بنحياها، ورحمة في المستقبل دي بنترجاها. رحمة في الماضي دي نلناها، شو بولس الرسول يقول ايه؟ كما رحمنا او كما رحمتم لا تفشلوا، دي في الماضي. طب ورحمة في الحاضر، فاكرين داود لما غلط غلطته المشهورة المصيبة اللي وقع فيها، دخل يقول للرب ايه؟ ارحمني يا الله حسب رحمتك. طب ورحمة في المستقبل، بنترجاها، قال عنها عبد الرب يهوذا: منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. يبقى في رحمة نلناها من دينونة الخطية، وفي رحمة بنحياها من سلطان الخطية، وفي رحمة بنترجاها من جسد الخطية. رحمة نلناها من دينونة الخطية بموته، ورحمة بنحياها من سلطان الخطية بقيامته، ورحمة بنترجاها من جسد الخطية بمجيئه. محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت، أدمت لك الرحمة. عانى نبي البلايا أرميا ثلاث أنواع من الألم: ألم جسدي، ألم نفسي، ألم روح. أنا شخصيا بعتبر أن الثلاث أنواع دول بيجمعوا في داخلهم كل أنواع الألم اللي بيعاني منها جنسنا البشري، المعروفة والمجهولة. أي قطعة موسيقية لن تخرج عن دائرة السلم الموسيقي اللي بيتكون من 7 درجات، وأي لون من الألوان الطبيعية أو الصناعية لا يخرج عن ألوان الطيف 7 بالقياس مع الفارق. أي نوع من الألم بيعاني منه أيا منه لن يخرج عن الثلاثة دول: يا ألم جسدي، يا ألم نفسي، يا ألم روحي. الألم الجسدي قال عنه إيه؟ أنا الرجل الذي رأى مزلة بقضيب سخطه، كبس بالحصى أسناني، جرش بالحصى أسناني، كبسني بالرماد. أنا بتخيل، بتخيل، تعالى حد تعبير أرمية في سفر مراسي أرمية أصحاح 3، قال افتح بقك، راح فتح بقه، راح حافن حفنة زلط رفيع وكبس بيها، ملى بيها فمه تمه. قال له اقفل، قال له مش قادر، راح مسك فكه اللي تحت بايده الشمال، ومسك راسه من فوق بايده اليمين، وطبق الاثنين على بعض وبدا يلفهم عكس بعض. فعلى حد تعبيره: جرش بالحصى اسناني، كبسني بالرماد. آلام مبرحة فظيعة لا تحتمل. النوع الثاني من الألم، الألم النفسي. قال لك: ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيا. أما النوع الثالث من الألم، الألم الروحي، عادة لما يعاني المرء منا يا أحبة من الألم الجسدي أو النفسي، يروح لمين؟ يروح للرب. أم الرب اللي لجأ له علشان يريحه من ألمه الجسدي والنفسي صار يشكل من وجهة نظره النوع الثالث من الألم. قال لك: حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي، صار لي دب كامن أسد في مخابئ. هكذا تخيل النبي رب أرميا الرب بالنسبة له بالشكل ده. أرميا أنت خرجت إزاي من محنتك المثلثة دي؟ اسمع ما قاله، وده كان عدد ترنيم في الترانيم اللي كنا بنرنمها. قال لك: أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجوه، من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. تشكرش الرب معايا من أجل دوام رحمته؟ لو انت شاعر برحمة الرب عليك، يلا ردد معايا المزمور المشهور: بارك يا نفس الرب
وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ورح ذاكر 7 أنواع منها: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بتاجين، تاج اسمه الرأفة والتاج التاني اسمه يا جماعة الرحمة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ رحمة الرب هي كل يوم، محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. الله بيّن محبته لنا، أول مظهر من مظاهر محبة الله التي ينبغي أن نثبت فيها إيه يا أحبة؟ ها، نمرة 1 موته على عود الصليب، ونمرة 2 قيامته من بين الأموات، ونمرة 3 البنوية لجلاله، ونمرة 4 ديمومة رحمته. خد نمرة 5 في سفر ملاخي أصحاح 1 وعدد 2، شوف الإعلان الجميل ده: أحببتكم قال الرب. شوف بجاحة الإنسان يرد على الرب يقول له إيه؟ بما أحببتنا؟ فين ده؟ ويطول باله على الإنسان ويقول له إيه؟ أليس عيسو أخو يعقوب؟ نعم، وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو. مرة من المرات كان عندنا مؤتمر شباب، في المؤتمر جالي شاب فتح على الآية دي، بس قبل ما يقرأ لي الآية قال لي: يا خادم الرب. قلت له: نعم. هو أخ صعيد، يعني الصعيد عندنا اللي هم السلطية في الأردن. تعزيت انتوا على سيرة السلطية، على فكرة أنا صعيدي. أنت صعيدي بالأردني. فقبل ما يقرأ لي الآية قال لي: ربنا عنده ضني ومعز؟ قلت له: لا ما عندوش. قال لي: يعني ما عندوش خيار وفقوس؟ قلت له: الحقيقة أنا مش عارف يعني إيه فقوس، لكن في نفس الوقت أفهم من كلامك كده عاوز تقول لي يعني ربنا ما بيميز من واحد واحد، لا ما عندوش لا خيار ولا فقوس، كله زي بعضه. قال لي: طب اقرأ. قريت الآية: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. قلت له: إيه السؤال؟ قال لي: ذنبه إيه عيسو؟ قبل ما يتولد ويكره ربنا، عمل إيه؟ هو صعيدي بقى وبيتكلم بلهجة، كان يعني زعلان قوي على عيسو، محموق قوي عليه للآخر. فأنا بصيت في السؤال كده، سهمت شوية، قلت له: هو ده اللي محيرك؟ قال لي ايوه. قلت له: والحياة اللي محيرني غير اللي محيرك؟ ومستغرب أكتر. قال لي: هو أنت رخر؟ قلت له: آه. قال لي: وإيه اللي محيرك أنت في الآية غير اللي محيرني أنا؟ قلت له: أقدر أطلع لك أكتر من سبب وسبب تخلي الرب يكره عيسو، لكن اللي محيرني هو مش ليه أبغض عيسو، اللي محيرني هو ليه حب يعقوب. ويعقوب ما فيش حاجة واحدة تتحب. قام هو صمت شوية كده وهرش، قال له: صح، ده أنا كنت قالب السؤال. قلت له: بالظبط كنت قالب السؤال. قال لي: طب بس ما زال السؤال قائم باختلاف الشخصية بقى، ليه بقى حب يعقوب وأبغض عيسو؟ قلت له: في مبدأ في الكتاب اسمه الاختيار، بس ما تفهموش غلط، لكن تقدر تقول عنه إيه؟ علم الله الآب السابق زائد إرادة الإنسان الحرة حتى وإن كانت عاجزة تساوي الاختيار. نقوله تاني: علم الله الآب السابق ده أزلاً،
الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، كله حاضر قدامه. فعلم الله الآب السابق أزلا زائد إرادة الإنسان الحرة في ملء الزمن حتى لو كانت الإرادة عاجزة بتساوي الاختيار. اسمع النص في رومية أصحاح 8 بيقول لنا الرسول إيه: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين سبق فعرفهم أزلا، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، ده ملء الزمن، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا إلى أبد الأبدين. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ وهذا على أساس محبة الرب لنا. تستطيع أن تثبت في محبة الرب؟ وإن كنت لم تقبل الرب مخلصا شخصيا لحياتك حتى الآن، تستطيع أن تقبله فتبقى من ضمن المختارين. الله بيّن محبته لنا. كم مظهر لحد دلوقتي الله بيّن محبته بيهم؟ نقول مع بعض: نمرة واحد موته، نمرة اثنين قيامته، نمرة ثلاثة البنوية لجلاله، نمرة أربعة دوام الرحمة، نمرة خمسة الاختيار، ونمرة ستة أنا عرفت من أخونا عطاء أن نتكلم عن امتيازات المؤمن في محبة الرب لينا وفي تأديبه إيانا، فده مظهر سادس بقى من محبة الرب. واحد يقول لك حلو، مدام ضمناها أعلى ما في خيلنا نركب، أوسع ما في بعنا نعمل، وكل واحد بقى يتصرف على عجب عينه. المحبة تعلمنا الاستباحة؟ لا، اسمع المظهر السادس ده: من يمنع عصاه يمقت ابنه، من أحبه يطلب له التأديب. عنده استعداد يبري عظمك، وعنده استعداد يهري لحمك، وعنده استعداد يدوب فروتك لو ليك فروة، لكن ما هيفرطش فيك. ارجع معايا لعبرانيين أصحاح 12، هتلاقي في عدة أسباب للتأديب بيذكر الوحي منها ثلاثة على سبيل المثال الحاصر. فبيقول لنا: قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. فلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا. اثنين: لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، أما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. وكل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. تاني: قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ مش احنا خدنا الحياة الأبدية؟ خدناها، وما ليه المقصود هنا بنحيا؟ جئت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. قال لك: إن تعوج أؤدبه، أما رحمتي فلا أنزعها منه. نمرة اثنين: لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، أما ذاك فلأجل المنفعة لكي نشترك، خلي بالك من التعبير الدقيق ده، في قداسته. مش نشترك في القداسة، أصل في قداسة فريسية وفي قداسة وهمية وفي وفي وفي، لكن هيشركنا في نفس نوع قداسته. كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. نمرة ثلاثة: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، لكنه يعطي أخيرا الذين يتدربون به
ثمر بر للسلام. في سفر التثنية اصحاح 8 موسى يقول للشعب اعلم في قلبك عن فم الرب انه كما يؤدب الانسان ابنه قد ادبك الرب الهك. انا بتذكر اكبر بناتنا لما كانت طفلة صغيرة كانت تحب تمسك البنسة بتاع شعرها وتحطها في الفيشة بتاع الكهرباء، وما انا اخدها جنب الفيشة اقول لها يا بابا لا غلط، زي ما تقول الممنوع مرغوب، فكانت تكرر العملية. فانا خايف عليها لو احنا مش واخدين بالنا منها فحركة زي كده ممكن تضيع. فبعد حوالي 8 مرات 9 مرات 10 مرات رحت واخدها في الأوضة لوحدينا وبابتسامة عريضة وجبت البنسة وقعدتها جنب الفيشة وقلت لها بابا كم مرة يقول لأ وأنا مبتسم، وبعدها أروح مديها أول لسعة هي تصرخ أقول لها شفت يا حبيب بابا، وأروح واخدها في حضني ومديها بوسة وبعد كده نكرر اللسعة تاني. كده غلط، بابا قال كم مرة واروح مدي تاني لسعة. تعيط، بس خلي بالك هي بتعيط وانا بعيط، هي تعيط وانا بعيط. فما بتقول لي الله طب ما انت طشيتها كده ارحم نفسك وارحمها. قلت لها لا ما اقدرش لاني لازم احذرها، ما سمعتش بالكلام مرة واثنين وثلاث ما ضربهاش قدام حد، وذكرها بعدد المرات اللي هي عصت فيها، وفي نفس الوقت وانا بأدبها ببتسم عشان انقل لها ان التأديب مش نوع من الانتقام، لان لو بصت ليا وانا متجهم تقول لي طب استنى اما اكبر لك، لكن عارفة ان بابا بيحبها وخايف عليها. من يمنع عصاه يمقت ابنه ومن أحبه يطلب له التأديب. وإن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدب أبوه، ولكن إن لم نحتمله فنحن نغول يعني أبناء غير شرعيين لا بنون. فالله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. آخر مظهر من مظاهر محبة الرب روعة وعظمة الانتصار. بص معايا في روميا أصحاح 8 بولس الرسول بيقول إيه، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ وراح ذكر 7 عوائق، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف. خلينا أسأل سؤال، كم واحد مننا بيعاني واحدة من 7؟ أقولهم لك ثاني، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كم واحد مننا بيعاني واحدة بس من 7؟ ولا واحد مننا. تخيل بقى بولس الرسول كان بيعاني من 7، ما قالوش صغر نفسه، ما سببتش أزمة ثقة بينه وبين الله، لكن ترجم المعاناة ترجمة صح، ألا وهي أو على حد تعبيره كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. قال لك الرب له كل المجد عاوز يدربني، وبناء عليه راح زايح علي 7 دول علشان أتمتع بالانتصار. بالمناسبة أول ما هنوصل السماء أحبة هنتمتع بكل الامتيازات، ما خلى امتياز واحد بس، امتياز واحد وحيد مش هنتمتع بيه.
ألا وهو الانتصار. الانتصار هنا، لكن التتويج هناك. علشان كده بولس ترجم العوائق السبعة اللي بيعاني منها ترجمة صحيحة لما قال لك في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. رح مكمل، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوة ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. عشان كده قال لك خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. سمعت عن القصة بتاعة قائد الجيش اللي انهزم في الحرب واتأسر؟ قيدوه الأعداء في سلاسل من حديد فيما يسمى وسيلة تعذيب قديمة اسمها المقطرة. ضغطوا عليه بكل ألوان العذاب من كل صنف ونوع علشان يقر بأسرار بلاده أبدا. في هذا الأثناء ملك بلاده نظم صفوف جيشه وأعاد الحرب مرة تانية، وفي هذه المرة انتصر وغزا البلد اللي مأسور فيها رئيس جيشه. وصل للسجن حيث هو مقيد. أول ما التقى بيه وأرى الملف بتاع اعترافاته، لقى كل ولاء وانتماء لمليك بلاده ولبلاده. تأثر بألماته الواضحة في جسده وبكم العذبات والتشويه اللي لحق بيه. قال حلوا قيوده، هاتوا لي ميزان، اوزنوا له أمام هذه القيود الحديدية ذهب وجواهر. وهم بيوزنوا له لأن المكافأة بتتناسب مع حجم المعاناة، فهم بيوزنوا له ذهب على قد سلاسله. قال لك بقى الأعداء ما كانوش قادرين يتقلوا السلاسل شوية لأن خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. هنا خفة لكن هناك ثقل، هنا وقتية لكن هناك أبدية، هنا أرضية لكن هناك مجد. خفة ضيقتنا الوقتية، هنا ضيقة لكن هناك مجد تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. اللي بيها مع آخر ورقة في أجندة عمرك تقدر تقول مع بولس الرسول الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. إثبته في محبتي. كم مظهر لحد دلوقت؟ قبل ما بنوصل لآخر مظهر نكون نسينا أول مظهر. لا، نراجع مع بعض. أول مظهر موته، ثاني مظهر قيامته، ثالث مظهر بنوية لجلاله، رابع مظهر دوام الرحمة، خمس مظهر الاختيار، سادس مظهر تأديب، سبع مظهر روعة وعظمة الانتصار. أول ملحوظة ثالثة بقى وأخيرة، احنا شفنا الدوائر وشفنا المظاهر، تعال بقى نشوف رد فعلها المباشر عليك وعلي وعليك ايه. قصة مشهورة قوي في سفر هوشع. مؤمن حب يتجوز، فشيء طبيعي
مش أي مؤمن لأي مؤمنة. يقول بولس الرسول لكل رجل امرأته، مش أي امرأة يعممها، لا بتاعته. هي ضلعة خرجت لازم هي بعينها ترجع. لو صغيرة تلق ولو كبيرة تشك. فقال لك لكل رجل امرأته ولكل امرأة رجلها، مش ضل راجل ولا ضل حيطة، لا. لازم يكون المعين ليها من قبل الرب. فهو مؤمن، فشيء طبيعي مش أي مؤمنة لأي مؤمن فصلى ياخد فكر الرب. شرح ليه شورى؟ أنا أعتقد لو مكانه أشك إن ده صوت الله. قال له إيه؟ قال له خد لنفسك امرأة زينة وأولاد زينة. بقى أنا صوم أصوم. وافطر على ياريتها بصلة عدلة. ده بيقول له هنا خد لنفسك امرأة زينة. علشان الرب مكانه من الطاعة راح ساكب في قلبه محبة من نوع، من نفس نوع محبة الرب. لما حبها تغاضى عن حالتها وعن كل ماضيها وارتبط بيها. وراح مديها كل حياته، كل حبه، كل عمره، وعاشوا في السنين الأولى في تبات ونبات، وخلفوا ولدين وبنت. وفي يوم من الأيام راجع، رن الجرس ما فتحتش، هل يمكن الكهرباء مقطوعة؟ خبط ما فتحتش، اضطر يطلع المفتاح ويدخل. فين ماما يا ولاد؟ بابا ماما خرجت من الصبح وما جاتش، هل يمكن تيجي بعد شوية؟ لما الليل ليا القلق اتصل بأهلها قالوا له ما شوفناهاش، اتصل بأهله قالوا له من آخر زيارة كنتوا عندنا ما شفناكمش. طلع يدور عليها زي المجنون مش لاقيها، عند كل الأصدقاء والأصحاب مش موجودة. أقسام البوليس، طوارئ في المستشفيات، عدى اليوم الثالث والأسبوع الثالث وعمال يدور عليها مش لاقيها. نزل نشرة في الجرنان بالصورة وأرقام التليفونات، الأرض والمحمول والإيميل وإلى آخره. واستمر في رحلة سعيه وبحثه ولم يعثر عليها. أثناء بحثه قالوا واحد، قال له يا رجل الله، قال له نعم، قال له أنا شفت جمر مراتك بنت دبلايم في مكان سيء السمعة في إحدى البلاد، نزل عليه الخبر زي الصاعقة. بعد ما لمها من بعر الفساد اللي كانت عايشة فيه تحن ليها مرة تانية، أحد يشتر على الأيام الحلوة اللي عاشها معاها. الإيد اللي تمدت لها بالإحسان وبالخير عضتها. من الجانب الآخر الخطية أخذتها لحم ورمتها عظم. وصل بيها الأمر مش لاقي يتوكل روحها، باعت نفسها في سوق العبيد واتنقلت من عبد من سيد لسيد، لحد ما رسي بيها المطاف إنها معروضة في أكبر مزاد لبيع العبيد في نفس المدينة اللي كانت عايشة فيها مع جوزها هوشع رجل الله ومع عيالها. وصل الخبر إلى هوشع وهي معروضة على المنصة للبيع، واتفتح المزاد.
فوجئوا برجل الله جاي يجري من على بعد بكل ما أوتي من سرعة وينادي بكل ما أوتي من قوة: 15 شاق الفضة وحمر ولا سك شعير، 15 شاق الفضة وحمر ولا سك شعير. ده أعلى سعر يدفع في أغلى أمة، بيدفع أعلى سعر فأحط أمة. عندنا في الصعيد يقول لك اغسل عرق بالدم، بدل ما تروح لها بالسكين او الطبنجة تنتقم من شرفك اللي لوثته في الوحل، تروح لها بثمن تحريرها. نعم. لماذا؟ قال اصلي بحبها. اسمع في الاصحاح الثالث يقول ايه. دي قصة الصليب يا أحبة في العهد القديم. وقال الرب لي: اذهب أيضا. أيضا يعني تاني. احبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. فاشتريتها لنفسي 15 شاق الفضة وبحمر ولسك شعير، وقلت لها: تقعدين أياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل، وأنا كذلك لك. علشان تقول مع عروس النشيد: أنا لحبيبي وحبيبي لي. ربما تتساءل في هذه الليلة: أنت مش عارف إيه اللي أنا عملته، أنا زنيت. الرب بيحبك. ليا ابني في الإيمان رحل من كام يوم، قال لي: أنا قتلت 2 منهم بنته، اللي زي الرب يقبلني؟ قلت له: بالتأكيد، محبة الرب بتغطيك وتغطي كل خطاياك. عاش أمين للرب واستمر خادم لحد ما رحل للمجد مهما كانت خطاياك. تقول لي: أنا كذبت، بيحبك. أنا بسرق، بيحبك. أنا بخون، بيحبك. أيا كان اعترافك واعتذارك في هذه الليلة، الرب عنده إجابة واحدة عليك: بحبك، 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 بحبك. كان زمان لما شعب الله يعمل خطية، عدو الخير يستغل خطاياهم في أزمة ثقة بينهم وبين الرب، فيقول لهم: إيه، خلاص بعد اللي عملته ده هيقبل واحد زيك، هيقبل واحدة زيك. أم الرب عاوز يرفع الحاجز ده اللي عدو الخير بينصبه بينه وبين شعبه. أم قال إيه في سفر أشعياء: أين كتاب طلاق أمكم؟ كان زمان لما واحد يكره واحدة يديها كتاب طلاق. كتاب الطلاق يعني أمرين: البغضة والانفصال. الرب بتحدي لشعبه، بيقول: أين كتاب طلاق أمكم؟ معك ورقة طلاق؟ تقول إن الرب كرهك؟ تقول إن الرب أبغضك؟ تقول إن الرب انفصل عنك؟ معكش ما يثبت. لكن النهاردة الرب بيديلك 7 براهين، 7 أدلة على إن الرب بيحبك. تيجي له الليلة دي، تسلم له حياتك في هذا المساء. مهما كان شرورك وتعدياك، اوعى تفتكر ان الرب عاوز ينتقم منك. لا، ان الرب عاوز ياخدك كده ويشحنك على جهنم. لا، اثبته في محبتي. اسمع الكتاب بيقول ايه: كيف اجعلك يا افرايم، كيف اصيرك يا اسرائيل، كيف اجعلك كأدمة، اصنعك كصبويم، قد انقلب علي قلبي، اضطرمت مراحمي جميعا. حكاية أدمة وصبويم في مدن الدائرة الخامسة، احنا اللي معروفين لينا قوي سدوم وعمور، لكن هم 5 بلاد حصل لهم اللي حصل لسدوم وعمور. سدوم وعمورة وأدمة وصبويم وبالع، بالع بس اللي انقذت بذهاب لوط إليها. عدا ذلك حارتها وجاب عليها وطيها. اوعى تظن ان الرب هيعمل فيك زي ما عمل في سدوم وعمورة، فأدمى وصبويم. اسمع بيقول: لا، لي
يقول كيف أجعلك يا إفرايم أصيرك يا إسرائيل، كيف أجعلك كأدمة أصنعك كصبويم، قد انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا. أحشاء حنت، مراحمه تدفقت، محبته فاضت وما عندوش استعداد يهلكك. فيكمل بيقول لا أجري حمو غضبي، لا أعود أخرب إفرايم، لأني الله لا إنسان القدوس في وسطك، فلا آتي بسخط، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يقول هنا أنا أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلا لأن غضبي قد ارتد عنه. أقول لإسرائيل كالندى، يزهر كالسوسن ويضرب أصوله كلبنان، تمتد خراعيبه ويكون بهاءه كالزيتونة وله رائحة كلبنان. يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة، ويزهرون كجفنة، يكون ذكرهم كخمر لبنان. يقول إفرايم مالي أيضا وللأصنام. تودع خطاياك الليلة دي، تيجي عند رابية الجلجسة. قبل ما نحني رؤوسنا للصلاة حكي لك حكاية حصلت مرة. كنت بخدم في إحدى قرانا في صعيد مصر، قرية اسمها البيضية، وكنت نازل في السكن اللي فوق الكنيسة. أحد الإخوة العاملين في الكنيسة بيشتغل جمال. جمال يعني عنده جمالين بينقل بيهم المحاصيل الزراعية وعايش من المهنة دي. كان عنده جمل لسه صغير وعنيد، وهو كان قاسي عليه، فكان دايما يضربه. الأخ ده جالي فوق وحكالي، قال لي أنا رجعت من ورا الرب كذا سنة، ولأن المجتمع الريفي عندنا محدود فكنت عصرة. قالوا أدي الرجل اللي كنا بنصلي وراه، أدي بتاع الاجتماعات والكنيسة، أدي عمايله وتصرفاته. فالرب كلمني مرة واثنين وثلاثة وعشرة إن أتوب وارجع، مش عاوز أرجع. فاضطر يشغل العصاية. قال لي في مرة كنت بنقل المحصول من المحاصيل بعيد عن كردون القرية، الجمل العنيد كان مخزن للإساءة، فبص شمال ويمين، قال وراح طابق بفكيه على سمان الدراع الشمال، وقعد بطول رقبته يملخ فيا فوق وتحت، وانا اصرخ ومين يسمعني، لحد اما رقبت الجمل وجعته وراح رماني بعيد وطلع يجري. هو يشكل بالنسبة لي 50% من رأس مالي. قال رحت فاكك التلفيحة اللي على رقبتي وربطت الجرح وطلعت اجري ورا جملي. شافوني اتنين من اخوة البلد جم معايا يجروا نحصل الجمل نرجعه. الجمل طلع بره كردون القرية وبدأ يغوط في الصحراء. قال لي اتبعنا أثار الجمل وأجرنا عربية جيب. قعدنا أول يوم ورا أثار الجمل كان بيجري مش طايلينه. صاحب العربية خد أجرته ورجع. قال لي استمريت ورا جملي 3 أيام و3 ليالي بدون أكل، وإحنا بنتبع أثره على الرملة. آخر محاولة وصلنا إلى جبل في مدقين، فقلت للاتنين اللي معايا ادخلوا انتم من المدق ده بصوا بص أخيرة، وأنا أدخل من المدق ده أبص بص أخيرة. لقيناه لقيناه، ما لقيناهش عوضنا على الله. هم مشيوا، قال أنا من التعب أحدت مكاني قلت أريح قبل ما بص البصة الأخيرة دي في المدق ده. قال وانا قاعد وكان الليل ليل، قال وروح الله همس جوايا بثلاث اسئله. السؤال الاول، قال لي غالي عليك جملك؟ قلت له غالي يا سيد. قال لي وانت كمان غالي علي. السؤال الثاني، قال لي دفع فيه كام؟ قلت له دفع فيه 1500 جنيه يا سيد. قال لي وأنا دفع فيك دم قلبي على عود الصليب. السؤال الثالث،
اللي عار عليك انك ترجع بلدك قدام ناسك واهلك بدون جملك؟ قلت له عار يا سيد. قال لي وعار علي ان عدو الخير بعد ما فديتك منه ياخدك مني تاني. قال لما قال لي التلات اسئلة دول احدت بكبكي سابني لحد ما فرخت كل الشحنة العاطفية اللي جوايا. بعدها قلت له اسمع يا رب. قال لي نعم يا حبيبي. قلت له رجع لي جملي وخد جملك. قال له كده اتفقنا. قال يا دوبك انا خلصت الصلوة دي وليت اتنين طلعوا عليا بالسلاح ارفع ايدك. رحت رافع ايدي. كمموا فمي وغمضوا عيني وحط وربطوا ايدي ورا ظهري وسقوني. بعد ساعة من المشي فكوني لقيت نفسي قدام شيخ قبيلة بدوية. قال لي اللي جابك هنا؟ قلت له أنا ضايع مني جمل جمح ومش صايله فأنا ديلي ثلاث أيام بسعى وراه. قال لي لو أنت كذاب أبرك تحت رجليك بس خد واجبك. راح مسقف جابولي صينية أكل كبيرة. قال أنا بقى من التعب ثلاث أيام فيش نوم مفيش أكل. قلت يا واد هي موتة ولا؟ رحت واكل والتعب جمع رحت نعسان. بعد شوية صحيت. شيخ القبيلة قال لي مالك حلال؟ جملك جه عندنا. لو راح القبيلة اللي جنبينا لا انت ولا الرجلين اللي جبناهم دول معاك ولا انت ولا جملك كنت رجعته. وراح مسقف. جه الجمل وعرفوني ازاي اكبح جماح الجمل لما يهيج. وهو بيعرفني ببيان عملي قدامي روح الله من جواي يقول لي يعني كان لازم احط خزامتي في انفك علشان ترجع. وانا من جواي ارفع قلبي اقول له خلاص يا رب ما احنا اتفقنا بقى مش هنجيب شرط الموضوع ده تاني. رجع لي جملي وخد جملك خلاص. بعدها راح جاب لي عربية حمل الجمل وحمل من منتجات هذه القبيلة ووصل الراجل اللي بيسوق توصل ده ضيفي وفي حمايتي وحسابه عندي وترجعه بيته سالم آمن. وأنا مراجع صوت الله من جوايا يقول لي وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. يسوع إذ أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. إلى ما لا نهاية. عندك استعداد كمؤمن تثبت في محبته الليلة دي وما تشكش فيها؟ وعندك استعداد كغير مؤمن تسلم حياتك النهاردة وترمي نفسك في أحضان محبته؟ غمض عينك وصلي. ارفع قلبك وصلي. قل له أنا بستودع حياتي بين إيديك يلي قدمت نفسك على عود الصليب من أجلي. قل له أشكرك من أجل محبتك ليا. قال كما أحبني الآب أحببتكم أنا. اثبتوا في محبتي. قال يسوع لليهود الذين آمنوا إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. قل له أنا بستودع نفسي بين إيديك الليلة دي. أنا بعترف لك بخطاياي. لو كنت قاعد أخويا الحبيب أختي بتتابعنا من عبر شاشة قناة الكرمة غمض عينك صلي. الله بيحبك. قل له أشكرك لأنك بينت محبتك ليا بهذه المظاهر السبعة.
لو ما فيش حد على ظهر البسيطة غيري أعلنت لي النهاردة أنك كنت هتحبني برضو. قل له أشكرك لأنك خصصت محبتك دي بالفعل لي على وجه التحديد. أنا بقبلك الليلة دي، أنا بعترف عن كل خطاياي وعلى الأوقات يا رب اللي ديتك فيها القفل الوجه. أنا راجع إليك، أنا بسلم حياتي ليك بالكامل. قل له أنا بمضي لك على بياض بدون قيد أو شرط. وإنني مشتاق إلى حبك.
تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، امسك يدي الآن، تعال يا حبيبي واملأني سلام. ادعوه وقول له تعال يا يسوع، امسك يدي الآن، تعال يا حبيبي واملأني سلام. إنني مشتاق أن أدخل عرشك، وإنني مشتاق إلى حضنك، فإنني مشتاق أن أدخل عرشك، وإنني مشتاق إلى حضنك. آمين. آمين. صحيين ولا نايمين؟ شعب الرب بيقول ايش؟ امين امين امين. اخ ثروت اسمع لهم ولا بلاش؟ اسمع لهم ولا خلاص اتركهم؟ الكلام اللي سمعناه الليله مش فقط لان احنا في مدينه تمكلة المتواضعه، ولكن الكلام اللي سمعناه الليله والترانيم والتسبيح لكل انحاء العالم، وذلك بفضل مين؟ بفضل قناه الكرمه. الرب يباركهم اللي أعطاهم هاي الرؤية، كله من الرب أكيد اللي أعطاهم هاي الرؤية وأعطاهم القدرة والفكر والموهبة إنهم يقوموا بهذا العمل عشان يخلص ويركع كل ذو جسد لإسم الرب يسوع المسيح. أنا بشرفني إنه يكون معاي حبيبي استفانوس، الرب يباركك، اللي ابتدأ بهاي في جراج بيته، في جراج بيته 2004، أنا كنت أفكر 2005 2004. طبعا هلأ صارت قناة الكرمة توصل لكل أنحاء العالم. حبيب استفانوس تفضل. أهلا وسهلا فيك. أهلين. أدي بمجد ربنا جداً على الوقت الرائع اللي بنقضيه وبنقدر نوصل فيه رسالة المسيح لكل مكان في العالم. بالفعل أنا يشرفنا أن احنا نعمل عمل الرب، ويشرفنا أن احنا نوصل رسالته القوية لكل نفس محتاجها في كل أنحاء العالم. بشكرك جداً دكتور ماهر، وطبعاً لأخ عطا ربنا يبارككم، لأخ مازن، لأخ ثروت. أنا عايز أقول لكم وأنا قاعد جالي تكست من استراليا على التليفون بيقول احنا بنشوف البرنامج وبنشوف الاخترات، وربنا يبارككم الوعظة القوية، وفي فيدباك تاني هقراه لكم بس في الآخر بعد ما خلص معكم في كام دقيقة. أنا بشكر الرب فعلا لأجل كل واحد من حضراتكم، لأنه اللي الرب بيعمله من خلال قناة الكرمة قوي جدا وفعال. وأنا عايز أشكر ربنا على الرؤية اللي هو حطها في قلوبنا من سنين طويلة، من يمكن 12 سنة ربنا بدأ بالرؤية دي، وبنفس الرؤية وبنفس الخط اللي ربنا كلفنا بيه من 12 سنة لغاية النهاردة هو نفس الخط. وأنا بفتكر جدا أيام زمان جدا، وأنا بفتكر عليات الصلاة اللي كنا بنحضرها من أكتر من 25-30 سنة مع الأخ ثروت في بني سويف في مصر، وقد إيه العليات دي أثرت فينا وشكلت فينا مع اللي ربنا عمله في حياتنا من وإحنا صغيرين، من وإحنا أطفال في البيت. وبشوف قد إيه ربنا شكل، وكان نتيجة لطاعة صوته الله بيعمل عمل جبار. الله بيتكلم لينا، الله بيتكلم بطرق كتيرة، والله بيتكلم بكلام واضح وقوي، لكن اللي يسمع وينفذ أنا عارف إن حياته تتغير جدا. شكرك أخ ثروت على الحاجات الحلوة اللي ربنا كان بيعملها من خلال المؤتمرات ومن خلال العليات، وبصلي إن تكون سبب بركة. حتى أنا عارف إن حكيتنا حاجات كتيرة في الأيام اللي فاتت، لكن أنا بصلي إن يكون في شباب زي كده، وربنا يستخدمك ويستخدم خدام الرب العظماء واللي ربنا بيستخدمهم بكل قوة، إن يكون سبب بركة لأجيال وأجيال في المستقبل. أنا هكلم كم كلمة بسيطة عن اللي الرب بيعمله في قناة الكرمة، وحكي معكم عن اختبارين ثلاثة، وبعدين هسيب المنبر عشان ربنا يتكلم لينا ويكمل. الرؤية بدأت قوية، الرسالة القوية بتاعت قناة الكرمة، وزي ما حضرتكم بتشوفوا الرسالة ما بتتغيرش كل يوم وما بتتشكلش كل يوم حسب الظروف، لكن الرسالة واضحة وقوية.
ورسالتنا ما فيهاش مساومه، ما بنحطش عليها ميه، ما بنحطش عليها سكر، زي ما الرساله ربنا بيكلمنا بيها، زي ما بوصلها للنفوس. وبنشوف الفيدباك قد ايه الاف كل شهر ربنا بيتعامل معاهم. كل يوم مكالمات مع فريق المتابعه اللي عندنا في قناه الكارما، مع الحاجه 40 خط تليفون، 46 خط تليفون موجودين مفتوحين متاحين ان الناس يتصلوا من كل انحاء العالم. من 10 ل 15 الف مكالمه بيجوا كل شهر للناس اللي بيقدروا يتصلوا بينا، واحنا ما عندناش 800 نمبر. الرقم بتاعنا زي ما حضراتكم عارفين هو رقم لوكال بتاع امريكا، ما بنحطش رقم فري حتى. فالناس بيكلمونا من كل انحاء العالم عشان يعملوا ايه، مش عشان يسالونا على نطبخ ايه، مش عشان يقولوا لنا انتوا شكلكم ايه، لكن عشان يتصلوا بينا عشان يطلبوا المسيح وحياتهم تتغير. دي الرساله ربنا كلفنا بيها، وده اللي بنفضل نكمل وهنفضل نكمل بالشكل ده. انا بشكر ربنا جدا لانه الرساله دي دلوقتي بتوصل على 7 اقمار صناعيه، نقدر نتفرج عليها على التليفون، نقدر نتفرج عليها على الايباد، على اي وسائل تكنولوجيا، نقدر نشوف اختبارات والحاجات اللي ربنا بيعملها كل يوم من خلال الفيسبوك، من خلال غيره غيره غيره. لكن انا برجع كل المجد للرب يسوع وحده. انا عايز اقول لكم انه احنا عارفين ان الايام اللي جايه هيكون فيها بركه اكتر واكتر من كل الايام اللي فاتت. برامج، بنعمل برامج اقوى واروع كل يوم، بنعمل بث مباشر، بنحاول نعمل من كل مكان في العالم. اللي بيتابع يقدر يشوف برامج البث المباشر اللي تقريبا كل يوم بنقدر نشوف ما بين استراليا، ما بين الشرق الاوسط، طلعنا قبل كده من الكويت بث مباشر، هنطلع قريب في برامج جايه من البحرين، في من دبي طلعنا بث مباشر، من لبنان طلعنا بث مباشر، من الاردن، من مصر طبعا، امريكا وكندا طول الوقت بنشوف. فبنشوف احنا مش عندنا ما يعني مش بتوع طائفة معينة، احنا بتوع الرب. فهتلاقي عندنا برامج من اقوى البرامج في كل الطوائف، مدام بيدعو باسم الرب بالرسالة القوية الواضحة اللي ما فيهاش مساومة. انا هطلب منكم من حضراتكم انكم تصلوا لاجل العمل بتاع قناة الكارما، ربنا يستخدمه بكل قوة ويجيب نفوس اكتر. هقرأ لكم اختبار وصل حتى يعني قريت وانا قاعد، بيقول انا بشكركم على البرامج القوية اللي انتوا بتبثوها. انا لعدة سنوات مشلول قاعد في البيت بتمنى الموت، كنت افضل الموت عن الالم اللي انا بعيشه، لكن برامجكم غيرت حياتي وادتني رجاء، مش عارف اشكركم ازاي. ده انا قريت وانا قاعد. ربنا يبارككم، ربنا يبارككم على الرسالة. في اختبار تاني ده كان حصل، حد قاله لي وانا في دولة عربية، من دولة عربية من قيمة 3 أسابيع تقريبا. جات لي اخت بعد الاجتماع وقالت لي انا عايز احكي معاك، انا اصلي مش مسيحية، لكن ربنا اتعامل معايا وغير حياتي من خلال قناة الكارما. اقول لك ازاي؟ قلت لها قولي لي. قالت لي وانا صغيرة، هي اصلها من لبنان، قالت لي بابايا بعني لعبدة الإبليس يعني الجان، فبحى ليهم فتربت معاهم. مش عارف ازاي معا يعني تفاصيل، كان بعد الاجتماع ماردتش اخش معها ادخل معها في تفاصيل لانها كانت طالبة كمان صلاة. فقالت لي بعوني للي بيعملوا اسحار واعمال شيطانية، وكبرت معاهم وكانت حياتي جحيم لغاية لما هي ست كبيرة يعني مش شابة 20 سنة ولا حاجة، يمكن حاجة 40 سنة. فقالت لي انا بتفرج على قناة الكارما، برامجكم لمستني، قررت ان انا اتصل بيكم، اتصلت بيكم، صليتوا معايا، حياتي اتغيرت، لزقت في الكارما، بقيت اكبر معايا. وبعدين اديتوني لبعض الخدام صلوا معايا بالتفصيل، وديني هنا النهاردة وانا بطلب خلاص لاهلي اللي هم مش مسيحيين اصلا والاولادي كمان. ربنا يبارككم. هي كانت بتقول لنا كده وانا بقول يا رب انا بشكرك على العمل الجبار الرائع اللي بنقدر نوصل بيه للملايين في كل مكان. مين يقدر يوصل للبلاد دي؟ هي كانت في مولوده في لبنان، وبعدين عاشت في كينيا، وبعدين راحت الدوله العربيه اللي انا كنت فيها دي، وكانت جنبها على طول دوله عربيه تاني صعب الانجيل يخش فيها، لكن الرساله بتوصل وبتوصل كل يوم. ربنا يبارككم. انا بطلب منكم انكم تصلوا لنا، تصلوا اجل خدمه قناه الكارما، واللي الرب يحط على قلبه كمان انه يعضد الخدمه دي، من فضلك اعرف ان الخدمه في احتياج كبير للتعضيد. هيكون في فرصه انه في ترابيزه ورا هيكون فيها بعض الاوراق للي حاب يشارك معانا، في هدايا لكل واحد من حضراتكم، في هدايا انا جايبها معايا لكل واحد موجود، هيكون في هديه وهديه
مش عارف كم واحد وصلكم منها، لكن هتكون موجودة وحلوة. واللي حابب يوصله كمان الجواب الشهري لقناة الكارما ممكن يكتب اسمه ويوصلكم الجواب وهدية كمان. ربنا يبارككم ويستخدمكم. عايز أقول حاجة بس للكنيسة هنا، إن الشباب اللي بيصوروا ربنا يبارككم بشكركم، لكن حد منهم طلع معايا برا وقال لي أنا عايز أقولك حاجة. وقال له إيه؟ قال لي الكنيسة دي هتكبر وهتكبر جدا جدا، وربنا هيستخدمها ويستخدمها قوة لكل منطقة. بقول له بتقول كده ليه؟ قال أنا عارف من جوايا، أنا حاسس وأنا شايف الناس دي قد إيه حلوة. فربنا يبارككم يا دكتور، ربنا يستخدمكم بكل قوة، وشكرا لكم. المجد لمين؟ للرب يسوع المسيح. والرب يسوع المسيح بيستخدم مين؟ بيستخدم مين؟ بيستخدمش ملائكة، بيستخدمك أنت وأنتي. أمين؟ بيستخدمنا إحنا، مش فقط في هاي الغرفة ولكن في جميع أنحاء العالم، عشان الرب يسوع يتمجد. وتكون بالفعل مثل ما قال بولس الرسول برومي أصحاح 12، لنكون مشابهين صورة ابنه وليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. نشكر الرب يسوع على عمله الصالح معنا. أمين أمين. منرنم كم من ترنيمة مع الأخ مازن، بعدين ناخد بريك 5 دقايق، معلش تحملونا هون وبرضو على التلفزيون 5 دقايق، وبعدين نرجع مع الأخ عطا مخايل. أوكي؟ هو عزي وهو خير، هو في الدنيا نصيب. يسوع عزي ويسوع خير، هو في الدنيا نصيب. وما دام هو ماشي معانا مين يقدر علينا؟ وما دام هو ماشي معانا مين يقدر علينا؟ كم واحد بوافق معاي وبقول هو عزي وهو خيري، هو في الدنيا نصيبي؟ وقف معاي وتعال نقول هذه الكلمات مع بعضنا البعض، نفرح في يسوع في هذه اللحظات. Bye.
يحبك ويضيق، هيا قابلونا في الطريق، ايه يعني ألم ويضيق، هيا قابلونا في الطريق، ده يسوع أعظم صديق وعينه علينا، يلا نحيي يسوع الملك ونسقف بإيدينا، ده مفرح قلوبنا دايما ونسيبك حوالينا. كمان مرة حي يسوع، يلا نحيي يسوع الملك ونسقف بإيدينا، نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلبس السعادة الأبدية، حررني يسوع. أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلبس السعادة الأبدية، حررني يلا اسمع لي، حررني يسوع، حررني يسوع من عقول إبليس، حررني يسوع، هو وحده محبوبي مات ومحى كل ذنوبي، وبدمه غطى عيوبي، حررني هو وحده محبوبي، هو وحده محبوبي مات ومحى كل ذنوبي، وبدمه غطى عيوبي، حررني يسوع. يلا يا شعب الرب، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، اسمي في سفره مكتوب، وانا لحبيبي مكتوب، ومع الاحباب محسوب، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودي حررني، ما في شيء يشغل بالي، ما في شيء يشغل بالي، ربي مدبر أحوالي، عزمي على السما طوالي، حررني ما في شيء يشغل بالي، ما في شيء يشغل بالي، ربي مدبر أحوالي، عزمي على ما في شيء يشغل بالي، ربي مدبر أحوالي، عزمي على السما طوالي، من حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، حررني يسوع من عقولي إبليس، حررني يسوع. العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان، العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان، وعن يسوع غفلان،
ولا غينا، أنا ليا وطن